كيف بغيتو نسكوت والحق كتموت كتعاني بالدار، علاش بغيتو تقتلوها الفقر يعميها وجهني في الزدار. وكانوا احلامي سقطوا في قدامي، طاروا كيف احمامي وما ردوا لسلامي. قالي راك عشيري عارفني، لعيب ما عمرو جابني، هذا خونا مكابني ما عرفتش اني بقابني. ايش الحلم ديالك؟ شفتوني كيف بدي اصير انا وخالك، شفتو دابا بزاف حيت انا كضايرو. كل الحق هذا باللي لنا اذا النجاح كله من دا غادي حدك انت كبر فقرك انت. كل صراحة الحمد لله احنا بدينا بسم الله مجراها، كنا متخوفين شوية لأن صراحة واحد مجموعة المعيقات كانوا في البداية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المتداخلين اللي جبناهم وكذلك الدعم ديال واحد مجموعه الناس اللي هما قرابين لنا، لان بكل صراحه كل عمل يعني الشجره المثمره هي التي تقذف بالحجاره، ولكن احنا هذه كتزيدنا تحدي باش اننا نقدموا الافضل في هذه المدينه. والحمد لله صراحه النجاح فاق كل التوقعات ديالنا كاملين. انا بكل صراحه معك، بكل صراحه المهرجان عنده ميزانيه ديالو اللي زعما صراحه ما كناش كنوها، ولكن جميع الفنانين كنشكرهم انهم يعني ما اشتغلوش معنا بديك الاثمنه اللي يمكن لهم باش يجيو بها يغنيو في واحد المهرجان. ملي سمعوا مدينه طنجه ومهرجان باقي في البدايه ديالو كاملين ساهموا بنسبه 50% من اجل المشاركه، وهذيك هي اللي زاد شجعتنا اننا وراح. والحاجه الاساسيه هو في كل يعني مع كل فنان كنطلعوا واحد الموهبه من مدينه طنجه، لان مدينه طنجه تسخر بالمواهب، وكنحاولوا كل حلقه كنجيبوا موهبه. بكل صراحة مدينة طنجة كتحتاج أكثر من هذا المهد الإشعاع هذا، لأن بحال اللي قلت لك بكل صراحة على أن طنجة بفضل الرعاية السامية وبفضل المنشآت ديال طنجة الكبرى، يعني طنجة الكبرى على تصوح مجموعة ديال البنية التحتية اللي ما خصهاش تبقى. كاين الحمد لله قصر الثقافات، كاين دور الشباب في الأحياء، كاين دار الشباب الرئيسية، قبل كانت دار الشباب وحدة، دابا الحمد لله ما عندنا فين تخبعوا. اللي خصنا النضوض هو مقارعة الأفكار بالأفكار وبرامج بالبرامج، بركة ما نهرسوا، خصنا ننسجموا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا يدا في يد من أجل المصلحة العامة الساكنة بمدينة طنجة، من أجل مدينة طنجة، لأن مدينة طنجة بحال اللي قلت لك هي خليط واحد 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 الناس وخليط واحد المجتمع اللي هو سليم اللي يمكن له أنه يعطي واحد مجموعة الكفاءات والمواهب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.